الأطفال في نصف من شعبان، موروث إماراتي نحتفل فيه كل سنة. الهدف من احتفال مستشفى الجليل التخصصي للأطفال في هاليوم توعية الأطفال والأهل باختيار التغذية الصحية السليمة. اليوم نحن احتفلنا في مستشفى الجليلة بطريقة تقديم الأغذية الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد على الصحة جيدة والنمو السليم.